أنا أفضل إجي لهي المشفى أول شيء لجودة الدكاترة، عن جد يعني كتير الدكاترة كويسين، وبعدين بحكي عربي معهم وبيحكوا معي عربي، بفهم عليهم بيفهموا علي، وبعدين الأسعار رمزية جدا، يعني حتى بالتحاليل وحتى بالتصوير بكل شيء أقل. عشرين ليرة غير مشفى مثلا 45 50 على حسب. طلعت على الفيلم هون، وين الفيلم؟ ضلوا حاطينه بالعناية مركز على البيت، يعني مش عارف يعني سبب توتر بالبيت، بيحكي بالليل يا دكتور ما بينام وبيتعبنا هاي الواقع او بالمستشفى طالع على هي المشفى عامة تخدم كل الأتراك والسوريين والعرب، أي وارد لها، أي قادم لها. ولكن بالفترة الأخيرة، فترة الثورة تقريبا الأربع سنوات الأخيرة، كان في طلب كبير للسوريين، بالأخص الجرحى السوريين كانوا يجون إلى عندي لهون. العلاج كان عندي أبي بداية الثورة، في البداية كان تقريبا شبه مجاني على حسابي أنا الشخصي، من العلاج الفيزيائي بشكل كامل كان على حسابي الشخصي، بعض العمليات اللي بتنعمل هون كمان كان مجاني، بعض العمليات اللي بتنعمل خارج المستشفى كان يخدم لنا الجرحى السوريين نعالجهم خارج المستشفى بأسعار معينة ثابتة اللي تندفع للمشافي الثانية. بداية الأمر كان أكثرهم جرحى، جروح حروب يعني حروق عظام، تكسير، تشوه وما شابه، شلل كامل، شلل نصفي بسبب القذائف، بسبب الحرب، جروح حلب، فقدان نظر وما شابه. ولكن بعدها بدأ العناية الأمراض الطبيعية عند أي إنسان. العلاج يعني شو هو العلاج يلي ما بيطلع شيء حقه 5 دولار او 6 دولار ما حدا قدر يفيدنا، فموضوع عملية بتكلف 4-5 آلاف دولار. بالنهاية يعني سكرت كل الابواب بوجهي، جئت للدكتور نزير.